قول يا ابو حميد. اتفضل. بتحلم بايه؟ بحلم ان انا يبقى ليا معجبين كتير في كل مكان، امشي الناس تشاور عليا وكده، ابقى مطر معروف يعني. يا رب الهوايه اللي عندي تتحقق. انا نفسك تبقى زي مين مثلا؟ يعني اكيد مش هقول زي السيده ام كلثوم، يعني مش هوصل لها. يا راجل ام كلثوم مره واحده. انا بقول لك اكيد مش هوصل لها. طيب تامر حسني مثلا. تامر حسني؟ طب كويس والله. طبعا تامر حسني فنان يحتذى بيه يعني. طبعا. اضحك واستمتع وغني بسعادة حتى لو ما بتملكش شيء. الحزن بيقصف العمر، وثقتك في الله هتوصلك للأجمل. ما تستناش السعادة تنزل عليك من السماء، ازرع انت السعادة في الأرض.